بينضم إلينا لمزيد من التحليل من بيروت العميد ناجي ملاعب، خبير عسكري واستراتيجي. أهلا بك ومرحبا سيادة العميد. في البداية، يعني كيف تقيم سير المعارك في حي الشجاعية بالتحديد بعد الخسائر التي تكبدتها صفوف جيش الاحتلال في هذه المعركة؟ في البداية، إذا تكلمنا عسكريا، أن أولا الموقع الجغرافي للشجاعية هو على مرتفع أعلى من باقي الأماكن، يتمكن فيه المدافع من الرؤية والتحكم في المعركة أكثر من باقي الأماكن. واحد. اثنين، هذه المعركة خيضت سابقا عام 2014 على مدة 33 يوم، وخسر العدو الإسرائيلي في هذه المعركة كذلك من الجنود ما يكفي، وبالتالي هناك ميران على هذه المعركة لدى المدافعين عن الشجاعية. أربعة، اليوم هذه المنازل ليست منازل أبراج مبنية حديثة وكل برج على حدة، ولكن هذه منازل ملتصقة في بعضها، وهناك إمكانية الدخول من منزل إلى منزل ضمن المنازل تحت السقوف المسقوفة، وبالتالي هناك دفاع متواصل وليس عن منزل واحد. أربعة، إذا كان الإسرائيليون يعتمدون مبدأ النار والحركة، يعني يمهدون بالقصف الجوي وبالقصف المدفعي وبالدبابات للتقدم بأي شارع، هذا التمهيد بالنار يتبعه حركة، هذه الحركة يجب أن تتواصل باحتلال سقوف المنازل إما لإزالة القناصين أو حتى لتمركز قناصين إسرائيليين لفتح الطريق أمام التوغل الإسرائيلي. وبالتالي هذا الموضوع، دخول المنازل دونه صعوبة كما قلت لك، الدخول إلى المنازل وسطوح المنازل هناك مقاتلون لا يرتدون اللباس العسكري. هذه العمليات الانتقامية الإسرائيلية التي أظهرت للعالم بشاعتها في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين الذين اقتادتهم من غزة كعرات وبهذا الإذلال، جعل من كل فلسطيني حماس، من كل فلسطيني مقاوم، لذلك أي دخول إلى أي منزل سوف يعاني الإسرائيلي من مدافع قوي وشرس أمام هكذا تصرفات. لذلك معارك الشجاعية هي معارك استنزاف لهذا العدو، ولن يتمكن إلا بعد دفع ثمن كبير باحتلال هذه المدينة. سيادة العميد، أيضا يعني رغم التفاوت الكبير الواضح في القدرات العسكرية والتكنولوجية للجانبين، الجانب الإسرائيلي وجانب المقاومة الفلسطينية، إلا أن خسائر جيش الاحتلال كانت كبيرة في هذه المعركة. هل هذا يرجع إلى عدم قدرة الجيش الاحتلال على التعامل على الأرض في الميدان مع المشاة؟ يعني رأينا أن لاحظنا أن دخول القوات الاحتلال الإسرائيلي إلى معظم المدن كان على طريقة دخول وتراجع، دخول وتراجع، لأنه كان صحيح أنه لديه الإمكانات للدبابات للدخول وكل يعني الإمكانات للاحتلال، ولكن إذا ما بقي في مكان يتعرض لقذائف الصاروخية وللدفاع ضد الدبابات وكذلك لأسرها لخسائر في جنوده، لذلك يتراجع. هذا التراجع وضع الجنود الإسرائيليين في حالة تخاذل، لذلك رأينا قتل ضباط على مستوى عالي. هذا يعود لأن الجنود لم يعودوا يتقدمون ما لم يتقدم الضابط أمامهم، لذلك رأينا خسائر كبيرة على مستوى رتب عالية، لأن الجنود لا يتقدمون، هم أصبحوا في مكان يعني متخاذلين وجبناء في هذه الأماكن لأن مصيرهم الموت. لذلك رأينا قتلى من الضباط وكبار الضباط لأنهم كانوا يتقدمون الضباط ليتمكنوا من إظهار الشجاعة أمام باقي الجنود للتقدم. يعني بيتم الدفع بقيادات كبيرة في صفوف جيش الاحتلال في هذه المعارك فقط لرفع الروح المعنوية لباقي الضباط؟ نعم، لدفع الروح المعنوية، لأن وكذلك ممكن أن يكون هناك قصف نار قتلى بنار صديقة
وممكن أن يكون هذا الكلام هو للتعمية فقط عن خسائرهم، لأن ممكن أن يقولوا أن هناك نار صديقة طلبنا من الطوافات التمهيد والقصف أمامنا وفقدنا 20 ضحية في هذا الموضوع. أعتقد أن هذا الموضوع لا تخطئ الطوافات ولا تخطئ الطائرات، وهو مبرمج، هذا موضوع مبرمج جدا. لذلك ممكن أن تكون الخسائر وقعت نتيجة الدفاع الشرس في هؤلاء، وللتغطية عن كثرة الخسائر ممكن أن يقولوا أنها نيران صديقة. سيد ناجي، أيضا بالإضافة إلى هذه الخسائر في سواء في الأفراد أو في العتاد، هناك أيضا خسارة في حرب معلوماتية. هل ممكن أن نشهد في الفترة المقبلة تنازلات من جانب جيش الاحتلال في الأيام المقبلة بتراجع عن الحرب في هذه المناطق؟ حرب المعلوماتية، الهجوم الذي حصل في 7 أكتوبر وكان مدروسا بشكل الدخول إلى جميع سكنات غلاف غزة وأسر معظم الضباط والعسكر، وكانوا يوم استراحة، يوم سبت يعني كان عندهم استراحة، أسر هؤلاء، أسروا معهم كنزا ثمينا، سواء بالعنصر البشري المسؤول عن غزة أو سواء حتى بالمعلومات التي يحتفظونها في تلك الأماكن. يكفي الدخول إلى السكنات والحصول على هذا الكنز الثمين حتى يوقع جيش الاحتلال بإرباك كبير بكيفية التصرف بعد 7 أكتوبر. هذا التصرف الذي وصف من جميع دول العالم أنه تصرف انتقامي، هذا الانتقام هو بطريقة غير مدروسة، وينتقمون من الحجر ومن البشر، ويعني حتى صرخت الولايات المتحدة الداعم الأول لهذا الجيش يعني على لسان كبار المسؤولين أن هذا القصف العشوائي وهذا القتل غير المبرر هو نتيجة لفقدان المعلومات وفقدان المعلوماتية، ما هكذا تخاض الحروب. عمليا إسرائيل منذ الأمس يعني سمعنا في الإعلام أنها تطلب من مصر يعني إعادة البحث بهدنة لجديدة، وبالتالي عندما لم تتمكن في عمليتها البرية الثانية من الحصول على أسير واحد، أو حتى حاولت بأحد مداخل الأنفاق الدخول عبر هذا المدخل لأنها لديها معلومات عن أسير، ولكن جرى تفجير هذا المكان وقتل الأسير ومن معه، ممكن أن يكونوا قتلوا أو أصيبوا. يعني هذا الموضوع رأيناهم اليوم يلجأون إلى خطة بديلة بمثلا بإغراق الأنفاق بالمياه، يعني عدم تمكنهم بالوصول إلى أي نفق من الأنفاق ممكن إغراقها بالمياه. هذا الموضوع أعتقد أن العملية البرية الثانية فشلت، وهذا ما ألزم الأمريكيين بإرسال يعني مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى إسرائيل لإعادة دراسة الوضع مجددا وتقييم الموقف. وبنتيجة هذا الموقف أعتقد أن إكمال عملية من دون تحقيق أي هدف، لا يمكن إفساح المجال أمام هذا العدو من قبل الولايات المتحدة بإكمال هكذا عملية. هل ممكن أن يقدم جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي في هذه الزيارة جديد فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة؟ يعني وقف إطلاق النار دونه شروط فلسطينية هامة جدا، بأن لا يكون هناك هدنة، لن نقبل بأي هدنة ما لم يكن هناك وقف دائم لإطلاق النار. والوقف الدائم لإطلاق النار يعني إسرائيل خرجت من دون أي مكسب، وبالتالي التحكم بالأسرى وكيفية المفاوضات حول الأسرى يعود إلى مصر وقطر والمقاومة الفلسطينية للتحكم بهكذا ملف، وبالتالي تخرج إسرائيل من دون تحقيق أي مكسب. أعتقد أن هذا الموضوع لا توافق عليه إسرائيل، بالتالي هي محشورة بالوقت مع داعمها الأساسي والذي يقيم الجسر الجوي الدائم للقذائف والقنابل المتفجرة وقذائف الطيران والمدفعية. إذا ما أوقف هذا الدعم يوما واحدا، أعتقد أن هناك يعني تمهيد لحل سياسي يرغم إسرائيل الجلوس إلى الطاولة، والتي ينادي جميع العالم بهكذا حل.
هل التوسع الآن نطاق هذه المعارك خارج قطاع غزة بالتحديد، هل هدفه فقط التعتيم الإعلامي على ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية داخل القطاع، أم يدل على فشل القوات الإسرائيلية في عدم تحقيق أي أهداف داخل القطاع تريد تحقيقها خارج هذا القطاع؟ لا شك أن الانتفاضة الفلسطينية في الضفة يعني كانت لها مفعول كبير واستدرج الكثير من القوات الإسرائيلية، وهذا ما يعني خفف الضغط على غزة. وكذلك المعارك التي يخوضها حزب الله من الجانب اللبناني ضد القوات الإسرائيلية استجر من القبة الحديدية يعني جزء كبير باتجاه الشمال، وكذلك فرقتين عسكريتين، وهناك إصابات بشكل دائم في العسكر وفي التقنات وفي المراصد من قبل المقاومة الإسلامية في التي يمثلها حزب الله. لذلك هذا الموضوع يعني هو قرار القيام بالمساندة للمقاومة الفلسطينية في غزة، هو ليس قرار إسرائيلي، ولكن تشتيت الجهد الإسرائيلي عن غزة أسهم كثيرا في نجاح غزة حتى اليوم في هذا الصمود البطولي، والذي قالت عنه معاريف أن المفاجأة لدى إسرائيل لم يكن فقط في الهجوم الذي كان في 7 أكتوبر، المفاجأة في الدفاع الذي تقوم به المقاومة الإسلامية، المقاومة الفلسطينية. سيد نجيب، بناء على توصية جو بايدن لنتنياهو بضرورة تغيير هذه الحكومة، هل ممكن أن نشهد إذا تم تغيير هذه الحكومة بالفعل، هل ممكن نشهد توقف لهذه العملية العسكرية البرية أم لا؟ يعني أثناء القتال لا مجال للتغيير، وأي تغيير يحصل هو يعني أو إزالة، أو إذا كان هدف التغيير إزالة العنصر المتشدد بالحكومة الإسرائيلية المتمثل بوزير الأمن الداخلي ووزير المال، إذا كان هذا الوضع يعني هذا الوضع ممكن أن يغير قليلا، ولكن هذا يسيء إلى الجهد والمعنويات، معنويات الجيش الإسرائيلي الذي يقاتل، أن القرار السياسي حتى اليوم لم يكن صحيحا. ماذا لو تابع يعني حتى لو جرى التغيير، الكلام للميدان اليوم أكثر من الكلام للمسؤولين السياسيين، لا يغير هذا الموضوع أي شيء في المستقبل، ولكن هناك يعني كلام أمريكي، هناك حشرة أمريكية بهذا الدعم المستمر، ممكن أن يكون انفراج لمزيد من الدعم الأمريكي بأن غيرنا المستوى السياسي في إسرائيل حتى نتابع الدعم العسكري، ممكن أن يكون هذا إنقاذ للدعم الأمريكي غير المحدود وليس لإسرائيل. سيادة العميد ناجي ملاعب، خبير عسكري واستراتيجي، كنت تحدثنا من بيروت، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.